السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكون بألف خير وصحة وعافية. هذا الفيديو شوية راح يصير قصير مو طويل، بس حبيت أشوفكم نتائج التكاثر اللي عملناها، نتيجة التكاثر اللي عملناها مات المطاط، سواء بالاثنين، يعني المطاط اللون الأخضر هذا، شوف ما شاء الله شلون بدأ النشاط على تغيير الجو. يحتاج شمس مباشرة كم ساعة؟ 3 أو 4 ساعات، هذا شمس مباشرة تجي، يعني أو باقي النهار شمس مغربلة، وما شاء الله النتيجة كثير حلوة طلعت عندي. شوفوا المكان، القص بدأ طلع هاي، هذا فرع، هذه الثانية أيضا فرع طلع من عندها، وهذه الثالثة أيضا فرع جديد طلع من عندها. اما هذا اللون الملون طلعت مكان القص 3 افرع، هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. هي اساسا هذه اللي قصيتها، هذا اللون قصيت فرع، الحمد لله طلعوا 3 افرع مكانه. تشرق عليه الشمس هسه لحد انا اكو بقايا من الشمس اللي بتجي عليه، بس دي الان بخلي هذا الكاربت حتى لا يجي الشمس كثير قوي عليها. صار اكثر من مره الحمد لله كاثرتها والنتيجه روعه. هذه مال السنه الماضيه، ما شاء الله ونشاطها. وهذه عندي اكثر من سندانه الحمد لله، فضل من الله طريقه التكاثر اللي كاثرتها ومشت امورها. عندي هذه اللقطه، هاي مالات السنه الماضيه، يعني تقريبا الشهر الخامس او السادس بالسنة الماضية، وهذه النتائج مالتها. اما اللي حطيتهم بالقنينة الماء، الاغصان الضعيف القصيرة او الصغيرة، شوفوا كلها بدأت تطلع افرع. اللي حطيتهم بهذه تذكروها، هسه اليوم كشفتها بما انه الجو تغير وامورها طيبة، اكشف بس هذا، يعني نصه، شوفوا نص هذا، بس هذا المكان اللي قصيته وزرعت فيها، بس هذا حتى شويه تتهوى وتبدو. بس هي الحمد لله ما شاء الله كلها الافرع اللي قصيتها شوفوا بدات تطلع. شوفوا هذه الطرف اللي من فوق كلها امورها طيبه الحمد لله. ما اعرف انها من الجانب تبين او ما تبين، شوفوا هي انا الحمد لله. هذه نتائج الفكس المطاط. ايضا اريد اشوفكم نتائج الفكس بنجاميل، اللي هو نوع من انواع المطاط ايضا، بس الاوراق تكون صغيره. خلينا نلف اللي امام البيت، هذه خارج البيت، يعني خارج البيت بالخلف مثل ما قلت، تجي عليها شمس مباشره 3 أو 4 ساعات. السقي عن جفاف التربة، يعني هذا كل اللي تحتاجه، تربة بأي أنواع التربة، سواء تربة مع الحديقة عادية أو بتموس أو بتموس مع رمل، بس التربة الصخرية لا، بس أنواع التربة العادية مع الحدائق هذه كلها تعيش بها هي. وما شاء الله النتائج كثير حلوة طلعت عندي للمطاط. هذا النوع الثاني الفيكس بنجامين، هذا النوع المخرم كله أوراق صغيرة، هذه قبل شهر كاثرتها ما شاء الله. هذه النتائج، شوفوا هذا البطل، هذه خارج البيت خليتها تجيها شمس مغربلة بين السنة، هذه حطيتها بصراحة مو شمس مباشرة، وهذه النتائج قبل شهر. خليني أفتح البطل حتى تبين أكثر، شوفوا ما شاء الله شوية نوع من الدغل طالع بيها، شوف النتائج. سوري عم اتاخر شوي، يعني اسفه اتاخر شوي عليكم، لان عندي الحساسيه، لان هسه الربيع عندي الحساسيه، فشويه يعني تاثر علي. شوفوا ما شاء الله زياده مطلعه افرع جديده، هذه ما راح اخليها هسه، يعني ما راح اغير السندانه، لا اريدها بعد تقوى، لان باعتبار احنا شهر صار لنا من زرعناها، بس النتائج حلوة. شوفوا
تاخذون الغصن تقطعونه، تذكرون اذا تريدون احط لكم الرابط. انا حبيت اشوف لكم النتيجه مالت التكاثر. تقطعون غصن شويه، توخرون من القشره من مكان القطع، وتغرسوها بال هرمون التجذير، او اللي ما عنده هرمون التجذير ممكن اقصد به هذا هرمون التجذير، هذا اذا ما عندكم من هذا ممكن ملعقه مال دارسين قرفه يعني، ومع عسل تنمزج مع بعض وتنغمس، ينغمس الجلد الغصن بالخليط وينغرس بالتربه. هذه النتيجه. حتى بعد اللبته الام كانت كثير الاغصان ضعيفه وطويله، من قصيت شوف ايش قد طلعت افرع جديده، سبحان الله. هذا مستقبل ان شاء الله، بس خلي يقوى تقوى العوده، الغصن يقوى ان شاء الله، ايضا اقصه حتى تصير لنا نبته قويه ان شاء الله. اللي يحتاجه هذا شمس تقريبا يعني من الوحده الى ان تغيم، وبين السنادين تجي شمس مغربله وشمس مباشره عليه، نبته خارجيه فيكس بنجامين، نبته خارجيه ايضا نفس المطاط، هو من نفس النوعيه من نفس الفصيله. ما شجع يكون داخل البيت، يحتاج إضاءة قوية، إضاءة طبيعية قوية، هو نبات خارجي وداخلي. هذا اللي حبيت أشوف لكم إياه، إن شاء الله تكونوا مستفادين. إذا تريدون أحط لكم الرابط سواء مال المطاط اللي بالجزء الأول، إذا تريدون أحط لكم الرابط، أو هذا وطريقة الإكثار، إن شاء الله تستفادون منه. أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، في أمان الله.